مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامج ابحارهم في المتوسط عبر قناة الجي ان ان. حلقتنا لليوم رح بتكون لبنانية بامتياز. رح نحاول مع ضيفتنا لليوم نعالج كل المواضيع الشائكة على مستوى المحلي من رئيسة الجمهورية وصولا لقانون الانتخاب للوضع الأمني. ضيفتنا لليوم الناشطة السياسية والمحامية مي خريش. أهلا وسهلا فيك مدام مي بحلقتنا لليوم. بدي أحاول بلش الحوار بملف رئيسة الجمهورية. شو هي الأسباب القائمة حاليا إلى عدم انتخاب رئيس جمهورية بالبلد بالرغم من كل المعطيات القائمة المستجدة على الساحة السياسية؟ يعني مرسي أستاذ ألكسندر على الاستضافة. بخصوص موضوع رئاسة الجمهورية، أنا بس بدي أعمل نوع من لمحة تاريخية عن وضعنا نحن كمسيحيين بموضوع ملف رئاسة الجمهورية. نعم. نحن بنعرف من الطائف لغاية اليوم تم إقصاء المسيحيين عن ملف رئاسة الجمهورية، بمعنى أنه أي رئيس مسيحي كان يجي يتبوأ هالموقع الأول بالجمهورية اللبنانية ما كان يتم استشارة المسيحيين فيه، ولا هو كشخص، مع احترامي لكل يلي وصلوا على سدة الرئاسة، هن ما كانوا يمثلوا شعبيا مثل ما على غرار ما يمثل رئيس المجلس شعبيا أو رئيس الحكومة. كمان بتعرف بعد انتخابات نيابية الأكترية النيابية دونك رئيس الجمهورية كان يجي إما يكون موظف فئة أولى يتم تعديل الدستور من أجل إيصاله، أو نحن بنعرف بفترة الحقبة السورية كيف كان يتم تعيين رئيس الجمهورية. نحن اليوم قدام واقع فارض حاله، والمسيحي فيه فارض وجوده وفارض حاله بملف رئاسة الجمهورية، وفارض أنه هذا الملف ما بيمر إلا بموافقتي أنا. وهيدي الإيجابية اللي موجودة بملف رئاسة الجمهورية، إنه المسيحيين اليوم أصبحوا يقررون بموضوع رئاسة الجمهورية. في مرشح جدي فعلي، في عليه إجماع ما عدا مكون واحد لهلأ عنده رفض لهالشخصية هيدي. إنما من هو المرشح؟ ومن هو الرافض؟ المرشح هو العماد ميشيل عون، ونحن بنعرف العماد ميشيل عون ما يمثل إن كان شعبيا إن كان وطنيا شعبيا وسياسيا، إن كان على مستوى الكتلة النيابية الوازنية اللي بيرأسها، وإن كان بالحكومة مستوى تمثيله الوزاري بقلب الحكومة. العماد ميشيل عون نحن بنعرف إنه في ورقة تفاهم بينه وبين حزب الله من سنة 2005. نحن بنعرف انه حزب الله يدعم بشكل جدي، بالرغم من يلي كل العالم اللي بيجربوا يشككوا بدعم حزب الله للعماد ميشيل عون. نحن بنعرف انه حزب الله هذا المكون الشيعي يدعم وصول الجنرال ميشيل عون الى سدة الرئاسة، ونحن بنعرف حزب الله ومن يدور بفلك حزب الله. يعني انا ما فيني اقول بس حزب الله ككتلة، انما نحن بنعرف الحلفاء من حزب الله يدعمون ايضا وصول العماد ميشيل عون الى سدة الرئاسة. فالحرجة عندي بعض الأسئلة، ولكن رح بترك بس خلص المقاربة تبعي. في مكون يلي هو المكون السني والمتمثل بتيار المستقبل، لهلا هو يرفض وصول العماد ميشيل عون الى سدة الرئاسة. يرفض لأسباب، اول شيء باعتقادي في تيارين او في رأيين بداخل تيار المستقبل. رأي بمثله الوزير نهاد المشنوق، وهو الرأي الواقعي يلي بيقول انه لا، نحن فينا نتعايش مع الجنرال ميشيل عون، ونحن الجنرال ميشيل عون هو خشبة الخلاص الوحيدة للأزمة التي يمر فيها الرئيس سعد الحريري. ونحن بنعرف أنه الرئيس سعد الحريري عم بمر بأزمة، إن كان على الصعيد الشعبي، إن كان على الصعيد السياسي، إن كان على الصعيد المادي، وإن كان على الصعيد التنظيمي داخل تيار المستقبل. بيعتبروا أنه وصول الرئيس سعد الحريري إلى السراي من جديد هي إنجاز، وهي ربح، وهي الخشبية اللي بدها ترجع توقفوا على إجريه من كل الميلات. وهن بيقولوا إنه ليوصل الرئيس سعد الحريري إلى
السراي الحكومي لابد من أن يتفاهم مع حزب الله، ولكي يتفاهم مع حزب الله شرط حزب الله بها التفاهم أن يتم انتخاب الرئيس العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية. وفي رأي تاني بيقول لا، نحن ليه بدنا نعمل هيك وليه بدنا نفتح ونعطيهم هالربح هيدا، لأنه المحور الآخر أو الرأي الآخر بتيار المستقبل والمتمثل بالرئيس فؤاد السنيورة بيقول لا خلينا نبقى هيك، وين المشكلة؟ في أمن، في مظلة أمنية على لبنان، ليه لا نعطيهم هالورقة هيك ويعتبر هيدا مكسب للمحور السوري الإيراني وحزب الله. في رأيين داخل تيار المستقبل. أنا برأيي وبرأي الأجواء المحيطة هلأ بالملف ما في حل حالي، بس في أجواء إيجابية، في بعض إذا بدك الحواجز عم تتم خرقة، يعني في تواصل غير معلن بين العماد ميشيل عون والوزير نهاد المشنوق وبين الوزير جبران مسيل ونادر الحريري بمواضيع كثيرة. في إيجابيات بلشت تظهر وهي تتمثل برأي وليد جملاط وهو الزعيم الدرزي الأول في لبنان، يلي قال أنا ما عندي مشكل أنه ننتخب العماد ميشيل عون. يعني إذا بدك العقبة الوحيدة باقي هي تيار المستقبل. من هون الإيجابيات بلشت تلوح حول الملف، إنما نحن أنت بتعرف أنه بلبنان بضل في عندك ظروف نحن بندفع ثمنها، يعني ممكن بكره يصير اي مشكله خارجيه ترجع تؤدي ل اشتباك ونوقف كل هالقنوات المفتوحه. انما ما بقول لك في حل حالي انه ايه بكره، انما في ايجابيات قد تؤدي. هلا نحن فايتين على شهر اب، عندنا جلسات حوار مفتوحه على 3 ايام، ممكن هالجلسات الحوار قد تؤدي إلى بلورة أمور كتير، إن كان على صعيد الملف الرئاسي والملف الانتخابي. وهون في كمان نقطة ممكن نشهد هلأ بجلسة الحوار اللي جاي، مشاركة للقوات اللبنانية، وهيدي إذا تمت كمان هيدي إيجابية، لأنه كمان المكون المسيحي المتمثل بالجنرال ميشيل عون واللي أنت بتعرف بجلسة الحوار المطالب اللي موجودة إن كان على صعيد رئاسة الجمهورية وإن كان على صعيد قانون الانتخاب، على القليلة بيصير في مكون مسيحي كمان يمثل ما يمثل على الأرض وبالمجلس النيابي عم بي طالب بالمطالب نفسها، وهيدي بتشكل ضغط كمان وبتعطي جدية لجلسات الحوار يلي نحن عم نشهد انها جلسات حوار، يعني بيشربوا قهوة بيتصوروا بيحكوا شوي وبيظهروا، يعني ما عم بيكون فيها منا منتجة. نأمل انه هلأ الجلسات يلي نحن فايتين عليها انها تكون جلسات منتجة، لانه نحن صرنا كيف بيقولوا الوقت عم بيداهم، في استحقاقات كتير جاية وما بقى في عنا مجال انه نحن يكون عنا إذا بدك هالترف إنه لا خدوا وقت كونوا فكروا يا شباب والدنيا بألف خير. في عندي مدام مي بالمداخلة تبعك ثلاث أسئلة. اتفضل. بالسؤال الأول هو مرتبط بملف القوات اللبنانية وإعلان ورقة النيات اللي صارت بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، برأيك هل القوات اللبنانية هم جديين بانتخاب أو بإعلان ترشيح وانتخاب العماد عون إلى رئيس الجمهورية؟ أنا بس بدي أعطيك أنا وجهة نظري بموضوع ورقة النوايا بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. ورقة النوايا بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر هي أبعد من ملف رئاسة الجمهورية، وهي ترتكز على مواضيع وعلى أمور تهم المسيحيين، بيعتبروا أنه الوضع المسيحي اللبناني والوضع المسيحي الموجود إقليميا ما بقى يحمل أنه المسيحيين يضلوا يتناحروا بين بعضهم لأسباب ولملفات قادرين يتفقوا عليها ببعض النوايا وببعض التنازلات وببعض القبول للآخر بيقدروا يتفقوا عليها. وبرأيي هيدا يلي أدى لأنه يتم هالورقة هيدي، ويلي أنت بتعرف خففت كتير من التشنج بالشارع هيدي على صعيد
اول نقطه. وكمان هيدي الورقه ادت ل صار بما معناه في بلوك مسيحي عم بيقدر يوقف بوجه بعض الملفات التي نحن هلا عم بتكون داهمه على المستوى الوطني. الدكتور جعجع جدي بترشيح العماد ميشيل عون الى رئاسه الجمهوريه، وبهذا الموضوع ما عم بيناور ابدا، هو جدي بترشيح العماد ميشيل عون الى رئاسه الجمهوريه، وانت بتعرف انه هيدا الترشيح شو كلفه؟ كلفه علاقته بتيار المستقبل، يلي من تاريخ ما تم ترشيح واعلان ترشيح العماد عون لرئاسه الجمهوريه ودعم هذا الترشيح، انت بتعرف انه هيدي العلاقه انهزت وصار في تباعد كتير بين ولكن القوات اللبنانية. القوات اللبنانية مدام ما بيعتبروا انه تيار المستقبل يلي طعن القوات اللبنانية بالظهر، لانه بفترة من الفترات مرشحهم الوحيد لرئيس الجمهورية كان الدكتور سمير جعجع، فجأة بيسحب الترشيح رئيس سعد الحريري وبرشح الوزير سليمان فرجية، وترشيحه للوزير سليمان فرجية اجى قبل اعلان النوايا وترشيح القوات اللبنانيه للعمل. انا ضد النظريه اللي عم بيتروج لها انه ورقه النوايا وترشيح على عماد ميشيل عون هي ردة عكسيه على ترشيح الوزير فرجية، يمكن لانه سابوا يعني انا ضد بالتوقيت، لانه يعني انت بتعرف انه ورقه النوايا هي توجت بهالتاريخ 18 كانون الثاني، انما ورقه النوايا كان لهم كذا شهر إذا مش أكتر عم ينشغل عليها، وأنت بتعرف إنه الدكتور جعجع زار العماد عون قبل ترشيح الوزير فرنجية بأشهر، زار العماد عون بالرابية وكان في نوع من إنه خلص نحنا عنا بعد بس بعض التفاصيل ورح يتم. هلأ سئب ترشيح الوزير فرنجية مع إعلان ورقة نوية، الفريق الآخر يستغل هالظرف هيدا ليقول انه انتو وليشككوا بنوايا القوات اللبنانية تجاه التيار الوطني الحر انه انتو رشحتوا العماد عون كردة فعل على ترشيحنا على وانت بتعرف انه التقارب القوات العوني عمل صدمة كبيرة عند البعض، كانت صدمة إيجابية إنه خيل إينا مكونين مسيحيين مارونيين اتفقوا، أنت بتعرف الموارني وتاريخ الموارني وصراع المواريني، وعمل ردة فعلية عكسية، في ناس خافت وحست إنه أنا خلص ما بقى لي دور، إذا هول اتنين عم بيجتمعوا مع بعضهم وبلشوا بدهم يعملوا كتلة وبدهم يعملوا يدرسوا ملفات ويطالبوا بملفات ويطالبوا، نحنا ما بقى لنا دور. وحتى الفريق بين هلالين، اسمح لي ما بحب أحكي بهال، حتى الفريق المسلم خاف، قال لك أنا هلأ أنا كان إلي 15 سنة 16 سنة قاعد ما في عندي بلوك مسيحي بيقول لي شو عم تعملوا وبيحاسبني وبهيك، هلا اجى مين يحاسبني؟ كمان المكون ما بدي اظلم كل المكون المسلم، انما المكون يلي مهيمن على البلد من التسعين لهلا بسياساته الاقتصاديه، بالفساد، بحمايه الفاسدين، بالسرقه، بكل هيدي الامور، خاف لانه قال لك انا هلا بده يجيني مين يقول لي هون معك حق وهون ما بيسوى وهون انا بدي وهون. دونك هيدا التقارب أدى عمل نقزة، في كتير ناس ما تقبلوها، في ناس تقبلوها وبلشوا يروجوا إنه يشككوا بالعلاقة بين الثنائي جعجع وعون، يشككوا فيها لضرب المصداقية ترشيح الدكتور جعجع للجنرال عون من جهة، ولا أكيد قال له بتعرف فرق تصد، هيدا مبدأ عالمي، يعني انه ما بيهمهم هالتقارب. بسياق المداخلة تبعك ببداية الحلقة ذكرت انه مش بس حزب الله هو مع او داعم لوصول عماد عون لرئيس الجمهورية، ولكن حلفاء حزب الله كمان، ولكن بسياق ذاته هل تعتبر بالأحرى حركة أمل حليفة لحزب الله؟ اليوم ما في موقف واضح من حركة أمل بانتخاب العماد عون، لبل هن راحوا أكثر عندما رشح تيار مستقبل الوزير سليمان فرنجية، كانوا مع ترشيح الوزير سليمان فرنجية، علما من أنه الوزير سليمان فرنجية هو كمان حليف لحزب الله وحركة أمل هي حليفة لحزب الله، بالتالي ألا يستطيع حزب الله بمكان ما أن يضغط أو أن يكون لديه صوت مؤثر من أجل تسريع الانتخاب رئيس؟ وبسياق ذاته حتى الوزير وليد جنبلاط عندما يقول بأنه نحن نؤيد أو ما عندنا مانع
بانتخاب عماد عمر. العماد عمر رئيس الجمهورية، وبالسياق ذاته هو يرشح نوري الحلو لرئاسة الجمهورية. فهذا التناقض بين بهالمحورين كمان هن مساهمين بعدم انتخاب العماد عمر رئيس الجمهورية أو أي رئيس جمهورية تاني. يعني هذا عدم الوضوح بالمواقف يؤثر، ألا يؤثر برأيك مدام ماي؟ أول شيء خلينا نحكي بموضوع حركة أمل. صحيح حركة أمل هي المكون الشيعي الكتلة، يعني هن الثنائي حزب الله أمل هي الطرف الآخر، له تأثير كبير نظرا للدور يلي بيلعبه دولة الرئيس نبيه بري بكل الملفات اللبنانية وحتى بعض الملفات الخارجية. نحن بنعرف انه الرئيس نبيه بري يعني كل ما بتشتد الامور كله بيلتجي لعند الرئيس بري لهو يحلحل الامور ويدور الزوايا ويجمع وانت بتعرف انه علاقه تيار المستقبل بيرفضوا بعد هلا هدول اليومين اللي سمعنا فيهم بخصوص الموازنه وما الموازنه والتجاذب الكلامي بين السنيوره والوزير علي حسن خليل. دغري استوعب هيدا الموضوع الرئيس سعد الحريري لانه ما بيهمه انه هو يخلق مشكل مع الرئيس نبيه بري، لانه هو ملجأ الوحيد وهو الطرف الوحيد بعده يلي عم بيخليه يقدر يكون في تواصل بينه وبين حزب الله، هو بيجمع هلا. بس بخصوص موضوع رئاسه الجمهوريه وموضوع ترشيح الوزير فرنجيه وموقف الرئيس بري، الرئيس بري طلع انه عطى موقف، الرئيس بري ما عطى موقف من موضوع العماد ميشيل عون، ولا قال انا ما بدي انتخبه. الرئيس بري حليف استراتيجي للجنرال ميشيل عون، وبالتالي عندما يحين موعد انتخاب الجنرال ميشيل عون هذا الحليف استراتيجي ما رح يحيد عن الخط الاستراتيجي للانتخاب. من هون هيدي كلها الأمور يلي عم بتصير داخلية، أوقات بتكون تجاذبات على ملفات معينة، وآخرها ملف النفط، وأنت شفت أنه تم الاتفاق على موضوع ملف النفط بين هالكتلتين. هلأ في منهم بيعتبروه أنه خلص أنه أنتوا قررتوا وأنتوا ما بتقرروا، هني هيدول كتلتين كانوا مختلفين على هيدا الموضوع، صار أنه اجتمعوا اتفقوا ودوا هالاتفاق على مجلس الوزراء، انت يا مجلس الوزراء يا حكومه بتي بالمراسيم وقرري شو بدك تعملي. دونك اتفاق النفط هيدا بيرجع ضمن اللي كنا عم نقوله انه في تفاؤل في زياره الجنرال عون يوم عيد الفطر لا عين التين، كمان هيدي رساله كتير ايجابيه بالعلاقه بين دوله الرئيس ميشيل عون والرئيس نبيه بري. من هون حركه امل، حتى كمان زار المفتي دريان 100% كمان 100% كمان. بس اللي عم نقوله انه بخصوص موضوع العلاقه مع الرئيس بري، اليوم اكثر من غير وقت في تقارب اكثر بين التيار والرئيس بري، إن كان ملف النفط حتى قانون الانتخاب. مش من زمان عم بيقول الرئيس بري انه او بالتيار عم بيقولوا انه صرنا قراب على بعضنا بقانون الانتخاب اكثر من اي وقت، بنظره القانون الانتخاب اكثر من اي وقت مضى. فهيدا الموضوع موضوع انتخاب هو موضوع استراتيجي. وليس بتقلي ليه استراتيجي؟ طبعا استراتيجي، وبنحكي فيها بعدين بخصوص بموضوع حزب الله والعماد ميشيل عون. حزب الله يريد رئيس يحميه مش بس داخليا، يحميه استراتيجيا. هل عماد عون يمكن ان يشكل غطاء لحماية حزب الله من موضوع السلاح، من موضوع التسليح، من شبكة الاتصالات الغير شرعية او ما يقال عنها بانه غير شرعية او شبكة الخاصة في سيطرته على مساحة كتير كبيرة من الجنوب، وعملية الضغط السياسي اللي عم بيمارسه على مستوى كل قرى الجنوب إن كان من حيث الترشيح والاقتراع والانتخاب. يعني في صورة قائمة مدام ماي تحديدا بملف حزب الله. هل أخرجنا موضوع الرئاسي وسكونك ذكرتي، في تساؤلات كتيرة بالشارع اللبناني حتى بالشارع المسيحي بيقولوا إنه هذا الحزب أوكي يحمي لبنان واللبنانيين من إسرائيل، اليوم يدافع عن لبنان على الحدود ضد كل الحركات الأصولية القائمة بالمنطقة، ولكن بمكان آخر هو يتدخل
بكل شردة بوردة بالقرى والبلدات، بالبلديات، بالمختير، بالاقتراع، حتى بالعمل السياسي بالقرى تبعهم اللي هن عندهم تمثيل كتير كبير فيهم، لا يسمحون للمستقلين بأن يكون لديهم أي حركة سياسية أو أي عمل سياسي، لا ترشيحا، لا اقتراعا، لا انتخابا. فهذه الصورة كمان تخيف الشارع. أنا بغلطك بهذا الموضوع. أول شيء حزب الله هو في شق مقاومة وفي شق منخرط بالعمل السياسي بلبنان، إن كان بالحكومة. أنت بتعرف منذ أن أنشئ حزب الله، حزب الله ما شارك صح. لا بالبرلمان ولا شارك بأي حكومة. هلأ حزب الله بعد 2005 بلش يشارك بالمجلس النيابي بالحكومات، صار في عنده هيدا الشق السياسي الداخلية اللي هو صار يتعاطى فيها. جنرال عون قال أنا أحمي المقاومة طالما إسرائيل تشكل خطر على لبنان. هيدي مفروض تكون صارت ثابتة عند كل الناس، الجنرال عون يحمي المقاومة طالما إسرائيل تشكل خطر على لبنان. ما حدا يقول لي انه اسرائيل لا تشكل خطر على لبنان او لم تعد تشكل خطر على لبنان، بالعكس هلا اخطارها على لبنان زادت. لكن هذا موضوع واسع. لا، مش قصه موضوع واسع، قصه انه انت هلا في مقاومه، والمقاومه كمقاومه لم تعد فقط مقاومه بيد اللبنانيين. يعني قرار حل المقاومه او الغائها او اي شيء هو قرار اقليمي طبعا، مش بس قرار لا في لا ايراني، قرار اقليمي. من هون المقاومه لم تعد بس شان لبناني. اي رئيس جمهوريه بده يجي بده يحمي المقاومه باطار الدفاع المشروع عن المخاطر يلي عم يتعرض لها لبنان وخاصه جنوب لبنان من الهجمات الاسرائيليه. شغله تانية تفضلت وذكرت فيها، وانا بنت جنوب، يعني انا مشان هيك سالت هذا السؤال. اي انا بنت جنوب، انا بنت المنطقه يلي فيها تواجد كثير لحزب الله وحتى حركه امل. نحن شهدنا مش من زمان، من شهرين، معركه انتخابيه ديمقراطيه. ما سمعنا ولا بضيعه انه حزب الله استعمل سلاحه وراح عند احد المستقلين حط سلاحه وقال له ما تترشح. بالعكس، أغلب البلدات الجنوبية كان فيها مرشحين مستقلين. البعض يروج أنه لا، كل البلدات الجنوبية كان فيها مرشحين مستقلين، بس ما نجحوا. طب ما هيدا اقتراع، هيدا أنه حطولهم البارودة يعني للمقترعين. لا أنا العالم، نحن عم نحاول نزهر. لا أنا عم قلك، أنا عم قلك يعني أنا مش دفاعا، أنا عم بحكي شيء أنا لمسته. المستقلين ترشحوا وخاضوا الانتخابات، حتى في مستقلين خرقوا ببعض البلديات، وهيدا دليل انه حزب الله لم يمارس اي ضغط. هلا بتقلي البلدات يلي انتخبوا حزب الله كلها هيك مثل ما هي، مثل ما بيقولوا، طيب هيدي كل بلده لها خصوصيه معينه، وانت بتعرف بيئه المقاومه والمقاومه لها خصوصيه معينه، وبالتالي الناس صارت تفهم هيدي الخصوصية، ما في لزوم واحد يجي يذكرها فيها. هلأ شفنا على التلفزيون بعض الشباب من المجتمعات المدنية انه نحن بدنا نغير وبدنا نهي، في منهم قدروا خرقوا، في بلديات قدرت جابت عناصر شباب، وفي بلدات معينة عندها شهداء، عندها مقاومين هلأ موجودين بسوريا عم بيقاتلوا وعم بيستشهدوا. طب هيدي البلدات ما رح تجي تقترع للمجتمع المدني، هيدي بدها تقترع للمقاومة اللي هي هلأ عم بتحط كل حياتها وحياة أولادها وأرواحهم بين إيديها في سبيل الدفاع عن لبنان وعن سوريا إذا بدك. بدي أرجع لملف الوزير وليد جنبلاط. عندما يقول وزير جنبلاط أنه لا يمانع بانتخاب العماد عون رئيس للجمهورية، بالمقابل يحافظ على ترشيحه للنائب هنري حلو، صحيح. برأيك ما في تناقض شوي؟ هلا أنا برأيي كانت عملية ترشيح النائب هنري حلو هي لعبة ذكية من الوزير جنبلاط بوقتها، ورقة بإيده، ولقلك إن ورقة منا جدية.
إذا بتتذكر بالفترة يلي تم إعلان ترشيح الوزير فرنجي وبلش الوزير فرنجي يعمل زيارات ولقاءات، أحدى هذه الزيارات كان عشاء عند الوزير جنبلاط بكليمانسو. صح. طيب كلنا لفتنا إنه غياب المرشح هاري حلو، هيدا دليل إنه المرشح هاري حلو ورقة بإيد الوزير جنبلاط، إنما ورقة غير جدية بيستعملها عند اللزوم وبضبها عند وقت الحاجة. يعني تخيل أنا أنت مرشحني على رئاسة الجمهورية، أنت زعيم هالكتلة، عملت عشاء لمرشح أنت بدك تدعمه، ما بتقلي أنا إجي يكون معك على العشاء، إنه في صورة معينة بس تكون موجودة، حتى هيدي الصورة ما كانت موجودة وما تحافظ عليها. من هون أنا بعتبر هيدا الترشيح ورقة، ونحن بنعرف إنه الوزير جنبلاط عنده دهاء بمحل معين، بيعرف يستعمل أوراق معينة بمواضيع مهمة، ومنها هلأ انتخاب رئيس جمهورية. في عندي بعد آخر سؤال بالمحور الأول تحديدا بالملف رئيس الجمهورية. كلنا بنعرف مدام مي أنه وضع الحكومة اليوم مشلول، مجلس النواب ما عم بيمارس مهامه. صحيح. على اعتبار أنه هو اليوم سلطة فقط لانتخاب رئيس الجمهورية، حتى الوضع الأمني اليوم ما في ضوابط عليه، كل المراكز الأمنية عم نحاول إنه نمدد له. كل السبب هو لأنه هناك فراغ برئيس الجمهورية. الملف الاقتصادي كمان تحديدا كمان يعاني من التدهور بهذا الموضوع. برأيك هل لبنان يتحمل بعد فراغ رئاسي وجمود على مستوى السلطات الثلاثة الباقية، الأمنية القضائية والسلطة السياسية؟ هلا أصلا لبنان ما كان بيقدر يتحمل ولا دقيقة فراغ، إنما هيدا الفراغ فرض بظروف معينة بتوقيت معين. أنت بتعرف الوضع بالمنطقة كيف، وأنت بتعرف الوضع بسوريا كيف. من 2014 من 2011 بلشت الحرب بسوريا وبلشت تتفاقم. لما كنا نحن صار الفراغ بال 2014 كانت الحرب بسوريا كانت حرب كتير قوية، يعني ما خف في وتيرتها أبدا. أنت بتعرف أنه في ظروف فرضت هيدا الفراغ، انما نحن هلا نحكي بوضع اقتصادي. انا برجع على اللي قلته سابقا. طب نحن وقت كان في رئيس جمهوريه كان معنا دين عام، معنا ديون. لا بالعكس، عظيم ديون. وقت اللي كان رئيس جمهوريه شهدنا عمليات امنيه بالضاحيه الجنوبيه، شهدنا حاله الارهابي احمد الاسير ومعركه عبره، شهدنا عرسال وشو عملوا بالجيش بعرسال. هيدا ما بدي اقول لك على امور تانية بسيطه، حتى المخيم نهر البارد، نهر البارد المعركه الشهيره وخيره الشباب اللي استشهدوا على راسهم لواء فرانسوا الحاج اللي نحن بنعرف اسباب استشهاده بعد انتهاء المعركه. طيب هيدي اسئله نحن بنطرحها، انه كان في رئيس جمهوريه وكان في رئيس جمهورية حالف بالقسم تبعه انه هو على مسافة من الجميع وبده ينفذ الدستور وبده يحترم وبده يعمل قانون انتخابي، ما انعمل، صح او لا؟ صح. تم تمديد بعهده لاول ما اول تمديد، مزبوط او لا؟ صح. موازنة ما انعمل، قدر فرض موازنة؟ قدر فرض انه ينعمل موازنة، انه انت يا حكومة انا كنت موجود، مزبوط؟ قدمت موازنة، في موازنة، ما قدر عمل موازنة، شو عملنا؟ هيدا كان في رئيس جمهوري. من هون نرجع ونقول لك على اللي عم قوله، منفضل الفراغ لأنه حتى بوجود رئيس جمهورية، إذا هالرئيس الجمهورية لا يمثل ولا له صوت ولا ريحة ولا طعمة ولا لون، بالنتيجة أنت كأنك عايش بفراغ، بس أنه هالكرسي قاعد عليها شخص. هيدا الفرق، غير هيك البلد وقت انت قلت لي هلا المجلس بيعتبر هيئه ناخبه، مزبوط؟ صح. عظيم. انما بالرغم من انه هيئه ناخبه عم نقدر نمرر قوانين، صح او لا؟ يعني تشريع الضروره عم يتمرر. انا هلا تشريع الضروره ما بتلاقيه بالدستور، هيدي كلمه بدعه عظيم، بس بدعه عم بتادي لانه المجلس يصبح هيئه تشريعيه مش بس هيئه ناخبه، مزبوط؟ عظيم. المجلس عم بيمرق قوانين وقت عم ينحشروا وبيعتبروا انه البلد. طب الوضع الاقتصادي، الوضع الاقتصادي مش الحكومه والبرلمان، الوضع الاقتصادي هيدا شبكه مرتبطه ببعض،
أساسها بالأساس تبعها هي هالمنظومة الفساد اللي مهيمنة على لبنان من سنوات وسنوات، ويلي ما زلنا حتى اليوم نحن عم ندفع ثمنها. الوضع الاقتصادي مش لأنه ما في رئيس جمهورية يا أستاذ ألكساندر، ولا لأنه الوضع الأمني، ولا الوضع الاقتصادي لأنه عندك بعض الفاسدين والسارقين بالدولة اللبنانية قابضين على الدولة اللبنانية إلهم سنوات. إذا هن فلوا في اللي هن معينينهم بعدهم بالدولة اللبنانية، هن عم يأكلوا خيرات البلد وخيرات المواطن وتعب اللبناني. هيدي هي الوضع الاقتصادي. ما حدا يقلي وضع اقتصادي لأنه حزب الله حامل السلاح، وما حدا يقلي وضع اقتصادي لأنه ما في رئيس جمهورية. تفضل، نحن الوضع الاقتصادي هلأ عمول برمي على كل المناطق اللبنانية باعتراف احد السفراء الغربيين انه ادهش بالمهرجانات يلي عم بتصير بلبنان، انه بالرغم من كل شيء لبنان عم يمرق فيه، النازحين، الوضع الاقتصادي، الامني، اللي بدك، لانه اللبناني بحب يعيش عظيم طبعا. اللبناني بحب العيش. يعني الوضع الاقتصادي لو جبت هلا رئيس جمهوريه وعملت انتخابات والبدك، اذا هالمنظومه الفساد ما قطعت لها راسها ما رح يتحسن الوضع الاقتصادي. بيعملوا لنا ابر استاذ الكسندر، بيعملوا لنا ابر انه ايه انتخبنا رئيس وعملنا حكومه وهيك، بتطلع بتلاقي زيت الوجوه. طب زيت الوجوه يلي هي عم تسرقك رجعت على الحكومه ورجعت على الملفات ورجعت تقرر بمصيرك. طب هيدي شو معناتها؟ رح نتوقف للحظات مع الإعلان ونرجع منتابع الملف الاقتصادي مع مدام مي. خليكن معنا. مرجع مرحب فيكم مشاهدينا بالمحور الثاني من حلقتنا لليوم ضمن برنامج إبحار في المتوسط، ضيفتنا المحامية والناشطة السياسية مي خريج. بالمحور الأول مدام مي ذكرنا ملف الرئاسي، ولكن بعد في عندي نقطة أساسية بحب استوضحها مني، هو مدى جدية حزب الله بانتخاب العماد عون رئيس الجمهورية. نحن بنعرف يعني يوميا في مقالات بالصحف وتصريح لكثير من المحللين السياسيين بيقولوا انه من يعرقل حتى تيار المستقبل، امبارح بالبيان الاسبوعي تبعه والاجتماع الاسبوعي ذكروا كل بيان بيرجع بيذكر وبيشدد بانه من يعرقل انتخاب رئيس الجمهورية هو حزب الله بشكل مباشر. برأيك هل فعلا حزب الله جد بانتخاب رئيس الجمهورية، وهل هو فعلا يعرقل انتخاب رئيس الجمهورية وتحديدا العماد ميشيل عون؟ طبعا استاذ الكسندر، يعني بس لنعمل كمان لمحة تاريخية للي عم يسمعونا، انه العماد ميشيل عون وبعد عودته من منفاه بال2005 وكان صار في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبتعرف الأجواء كيف كانت، وكنا مرقنا بالتحالف الرباعي من بعد الانتخابات، وكيف حتى حزب الله تكتل مع جماعة 14 شهر بوقت الانتخابات ضده إلى ما هنالك. نحن بنعرف أنه بال2006 بعز الأزمة الداخلية وبعز الهجمة على حزب الله، العماد ميشيل عون وقع وثيقة تاريخية وهي وثيقة تفاهم مع حزب الله، وبنودها يعتبر إذا بدك دستور بالعلاقة بين مكونين كان في كتير تباعد بين بعضهم، إن كان نتيجة الحرب الأهلية اللي صارت، وإن كان نتيجة الممارسات عندما كانوا المسيحيين شيء منفي وشيء محبوس ومقموعين بمحل معين. حزب الله والعماد ميشيل عون بال2006 بعز الأزمة وقعوا هذا التفاهم الشهير، وتحدى الجميع وكل العالم، نتذكر حضرتك وأنا، وإنه إف صاروا في ناس يقولوا شو بده يلبسنا تشادور، ما سمعناها هاي صح. إنه معقول وقع شو بدهن يلبسونا تشادور؟ تخيل لحد وين الهجمة صارت عليه. وعلى العكس هو بكل مرة كان يشرح هالتفاهم ويقلن ويدعي المكونات الأخرى إنه تفضلوا انضموا لنا، وأثبت هيدا التفاهم إنه كان خطوة بتحمي على 50 على 100 سنة لقدام. هيدي بما خص التفاهم. وانت بتعرف انه بال2006 الحرب اللي شنتها اسرائيل على لبنان وكل ما رافق هيدي الحرب، انت بتعرف العماد ميشيل عون وموقفه الشهير بالحرب، ويلي لهلأ بيعتبرها حزب الله والسيد حسن وكل جماعة حزب الله ان هي دين برقبتنا لأبد الأبدين، وهو موقفه الشهير قال لهم أنتوا اهتموا بالعسكر وبالجبهة وبالهيك وتركوا الموقف السياسي علي. وهو دعم
المقاومة من أول يوم، عندما كانت كل العالم عم بتصوب على المقاومة وتقول لها وين فوتينا ولا شو فوتينا ولا شو خطفتي ولا شو مزبوط أو لا. إذن في تاريخ بالعلاقة بين العماد ميشيل عون وحزب الله، وتحديدا السيد نصر الله، ويلي عطول الجنرال عون بيقول انه هو بيتكاملوا، هو والسيد حسن بيتكاملوا، في علاقة كتير قوية، في ثقة كتير قوية، وفي مواقف اثبتت لحزب الله بمطارح كتير مفصلية واذا بدك مصيرية لوجود المقاومة، انه العماد ميشيل عون ما عم يمزح وهو جدي بتحالفه معهم، وخاصة بالمواقف الاستراتيجية. وبزد لك عليها دخول حزب الله المعركة بسوريا، العماد ميشيل عون كان داعم لهالدخول، ما كان ضده أبدا، لأنه هو عنده ذات النظرة أنه هيدي خطوة استباقية عم تحمي لبنان. طيب لبنان عم ينخرق، بس نحن لو ما هيدي الخطوة الاستباقية اللي قامت فيها المقاومة، يمكن أنا وياك هلأ ما كنا قاعدين بهيدا البلاتو، يمكن كنا قاعدين ما بعرف وين، يمكن ما كنا موجودين. إذن أثبتت العلاقة بين حزب الله والعماد ميشيل عون أنه في ثقة، في رؤية استراتيجية واحدة، وفي مواقف مظبوط، مواقف بتبين أنه هالشخص هيدا يدعم ولا يناور. والجنرال ميشيل عون بال 2008 وهو صار قايلها أكثر من مرة أنه أنا على عرضوا علي تخلى عن المقاومة وعمور رئيس جمهورية، مظبوط أو لا؟ شو قال له؟ رفض هيدا العرض وبقي داعم للمقاومة وبقي حليف لحزب الله. من هون في كتير ناس عم بيشككوا بهيدا الموضوع، وهيدا ضمن، أنت حضرتك إعلامي وبتعرف، ضمن الحرب الإعلامية والمتركاج اللي بيصير على الناس انه ايه وما بده حزب الله يعرقل. حزب الله لا يعرقل، المعرقل قلناه هو المكون السني، والعماد ميشيل عون يرفض النزول هلا الى البرلمان اذا هيدا المكون السني ما انتخبه. يمكن هلا هو قادر يجيب كل هيدي الاصوات اذا المكون السني المتمثل بتيار المستقبل، لانه تيار المستقبل يمثل ما يمثل على الارض وباللبنان، العماد ميشيل عون ما بده يعمل رئيس جمهورية إذا هالمكون. مشان هيك هو ناطر لتتحلحل الأمور، وناطر لحتى تيار المستقبل مع راعي الإقليمي يقدر، وعلما أنه راعي تيار المستقبل الإقليمي وبكل هلأ مش من زمان نحن بنعرف أنه السعودية ما بقى حاطة فيتو على وصول العماد ميشيل عون، والدليل العشاء اللي نعمل به بالسفارة السعودية بلبنان. إذن ما بقى حدا يصطاد بالماء العكر بين العماد ميشيل عون والسيد نصر الله. والسيد نصر الله كلمته كلمة وقت بيطلع بيقول كل اللي بيجوا لعنده، كل اللي بيحاوروا، طالع قال كذا مرة العماد ميشيل عون بدكم تحكوا برئاسة الجمهورية بتروحوا عند العماد ميشيل عون، مرشحنا العماد ميشيل عون قال 3 مرات ما عندنا مرشح تاني. فبتمنى انه هيدا الملف العالم تاخده بهالمقاربة هاي، مش انه بالمتركاج الاعلامي انه ايه ايران وحزب الله وهيك. انا لا عم دافع لا عن ايران ولا عن حزب الله، انا عم شوف الواقع قدامي، الواقع انه لا مش حزب الله يلي عم بيعرقل، في مكون هو عم بيعرقل، وهيدا التعرقل نحن بنعرف شو هدفه. هدفه عدم ايصال شخصية مسيحية تمثل ما تمثل على الساحة المسيحية والساحة الوطنية، لأنه حنفية الفساد بدها تتسكر، والدولة بدها ترجع دولة قايمة على المؤسسات مش قايمة على أشخاص ولا على مزارع طائفية ولا على أحزاب ولا على أمراء حرب. هيدا هو السبب يلي عم بيأخر وصول العماد ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية. وبقول لك بعد أكثر من هيك، عم بيراهنوا على عمره للعماد ميشيل عون، وبنقول لهم الله يطول بعمره. بدي بعتقد ملف رئيس الجمهورية تاني حقه بهيدا الحلقة. بدي أرجع شوي على الموازنة والوضع الاقتصادي بالبلد. حضرتك محامية قبل ما تكوني ناشطة سياسية وتتعاطي الشأسيس، بدي ناخد بالجزء القانوني من الموضوع. هل يحق للدولة اللبنانية أن تبقى 10 سنين حسب الدستور مع عدم إقرار موازنة؟ أول شيء هيدا الدستور اللبناني أنا جايبته معي، بس لنقرأ المادة إذا ماني غلطان، المادة 23. المادة 23
مش مادة 23، لأ آخر هون بال المادة بتحكي عن المالية العامة، بتقول مادة 81 بتقول لازم يكون في موازنة للدولة اللبنانية، وهالموازنة هيدي تحدد أطر الإنفاق والجباية وكل هيدي الأمور، وهالموازنة تنعرض على مجلس النواب لدرسها وإقرارها. تخيل أنت عايش ببيتك أو أنت بوحدك، ما بدي أقول لك مع عائلتك أو شيء، ما بتعرف شو بتصرف وما بتعرف شو بتطلع، وبتصرف أكثر مما بتطلع، وبتتدين من هون وبتشيل من هون، ما عندك أسس إذا بدك بلان معين حاطط عليه تقدر أنت تعيش. نحن الدولة اللبنانية قلنا من سنة 2005 عم ننفق خارج الموازنة باعتمادات خارجية، بكله خارج الموازنة، ما في موازنة قلنا 10 سنين، وهيدا عم بيؤدي لتراكم الديون وعجز. يعني في دراسة بتقول أستاذ ألكساندر إنه بال 2004 كانت العجز بالموازنة 4 مليارات. بال 2004 حسوب هلأ نحن قد ايه في عجز بالموازنة، وعدم إقرار الموازنة شو عم بيأدي؟ عم بيأدي لوضع اقتصادي متردي، عم بيأدي لخفض نسبة جباية الضرائب بالدولة، إن كان جباية، إن كان القيمة على الضريبة على القيمة المضافة، إن كان الضرائب يلي عم تجبيها الدولة. هالغلط يلي عايشين فيه وهالعدم التنظيم يلي عايشين فيه، ما في وزارة بتعرف شو البلان تبعها بعد كم شهر أو لسنة لقدام، لأنه كل وزير إذا عاز شيء بده شيء قدروا يأمنوا له المبلغ بيأمنوا له المبلغ. تصور أنت وزارة الشؤون الاجتماعية واللي هي لازم تكون أهم وزارة بالبلد نظرا لبتعرف أنت شو بتهتم وزارة الشؤون الاجتماعية، أقل موازنة إلا موازنة وزارة الشؤون. تخيل إنه في جمعيات ما عم يقبضوا إلهم، بدهم مصاري من وزارة الشؤون الاجتماعية، كله هيدا بيرجع له ما في تخطيط، ما في رؤية، ما في موازنة بتحدد كل وزارة شو إلها وشو عليها وشو لازم تصرف، وما في أهم من هيك ما في محاسبة يلي هي سلطة المجلس النيابي ليحاسب. من الناحية القانونية حضرتك تفضلت وقلت انه في نص بالدستور بيفرض على 100% الحكومه انه تعمل موازنه. نعم. طب قالوا 11 سنه ما عملوا موازنه، من هو المسؤول عن محاكمه؟ هل تسقط الدوله بعدم اقرار؟ يعني نحن بنعرف مثلا بدول الاوروبيه عدم اقرار الموازنه تفرض على تسقط الحكومه، أو تفرض مثلا على رئيس الجمهورية بتعيين مثلا حكومة جديدة أو دستوريا هلأ نحن قلنا أنه كان في رئيس جمهورية قعد 6 سنين، 6 سنين تعبوله ما عمل موازنة وحدة، مظبوط أو لا؟ هل صح. سقطت هالحكومة؟ هل هو سقط؟ نحن بدولة، دولة اللامؤسسات، دولة قايمة على أشخاص، دولة قايمة على دستور، إنما دستور منفسره على ذوقنا، حتى المجلس الدستوري عطلوه. يعني أنت إذا عندك مشكلة بدك تروح على المجلس الدستوري، حتى المجلس الدستوري عطلوه، ما يعطي رأيه، ما يفسر، ما يشرح الدستور. من هون بتقلي بتقارننا بأوروبا، بتقارننا، ما لازم تقارننا ولا بأي بلد، نحن عايشين على الغلط. نحن كل حياتنا، كل يعني هيدول العشر سنين لهلا يلي ما فيهم موازنة، نحن عايشين على الغلط. نحن كيف بدي اقول لك، نحن عم نقتل حالنا واقتصادنا بايدنا من وراء عدم اقرار موازنة، من وراء عدم محاسبة، من وراء مجلس نواب عم يرفض يقوم بدوره. انا بعتبر الكل مشارك بهيدي العملية، ما بقدر استثني حدا، الكل مشارك بهيدي العملية. واكيد في ناس بيبقى عليها نسبه اذا بدك مسؤوليه اكثر، وهو الفريق يلي بيعتبر انه كل ما في موازنه
نحن فاتحين على حسابنا، وإذا صار في موازنة يمكن يصير في محاسبة، وإذا صار في محاسبة نحن رح يكون وضعنا حرج، لأنه هني إلن على سنوات عم يأكلوا خيرات البلد. تحديدا مدام مي بالملف الاقتصادي، حضرتك موجودة بلبنان وأكيد عم تسمع صرخة المؤسسات والشركات طبعا، حتى صرخة المصارف، في صرخة تزداد يوم بعد يوم، بتقول هيدي الصرخة انه هناك مؤسسات كتيرة ما بقى قادرة تكمل بالوضع القائم حاليا لا تصدير، وتحديدا يعني خلينا نرجع نفوت كمان شوي بشق المزارعين. اليوم امبارح احد الاصدقاء عنده سهل دراء بالجنوب وبالبقاع الغربي، قال لي ما قطفت الدراءات تبعي لانه كيلو الدراء بالجملة ب 150 ليرة ما بيطلع لي اجار الموظفين، ترك الدراء يوقع على الارض بجنينه عنده ما راح قطفه. وهيدي عم نحن اليوم عم نحكي حاله، ولكن اكيد هناك حالات معممه. امبارح مزارعي التفاح بالبقاع كمان اعتصموا واعترضوا وكبوا التفاح على الطريق العام وسكروا الطريق. منتجي الحليب والالبان كمان بالبقاع، يعني ما بدي كمان اطول السؤال تبع الحلقه لإلك مش لإلي، بس هذا الوضع القائم بالبلد يسيء، يعني في ناس ما بقى قادرة تحمل. إلى أي مدى السياسيين بلبنان مدركين لهذه الحقيقة وهن يعني يسعون إلى تطوير أو إلى بالحد الأدنى وقف هذا التدهور الاقتصادي القائم بالبلد؟ أستاذ ألكسندر، الوضع اللي عم تحكي منه كل القطاعات عم تعاني منه، يعني نحن المزارع يمكن أيام بيطلع بيقول صرخته لأنه البضاعة على الأرض بيتكل على موسم وطيعش كل السنة، وهي يمكن هيدا أكتر قطاع متضرر. وأنا بعتبر أنه إذا بده يكون في دولة أهم قطاع لازم يبنى عليه هو الزراعة، يعني بالدول القوية والمتحضرة القطاع الزراعي هو أهم قطاع يبنى عليه ويشجعوه ويكون موازنته، وخاصة نحن أنت بتعرف شو عنا أراضي زراعية وسهول وإلى مهنال. إذن القطاع الزراعي مثل أي قطاع تاني متضرر، وحتى القطاع السياسي يمكن السياحي يمكن هلأ نحن عم نشوف أنه يمكن أوتيلاتنا شوي عجقة والمطاعم وهيك، إنما هي فترة بتمرق وبعدين بتروق بصيروا يقولوا ما عندنا شغل وبصيروا يطلعوا موظفين. هيدي بدها إرادة يا أستاذ ألكسندر، بتبلش من المحاسبة. أنت شفت حدا هلأ في ملفات فساد كتير مطروحة بالبلد، من جملة الإنترنت والجوجل كاش واتصالات الدولية اتصالات وقصة النفايات وكل هيدي الأمور. طيب شفت شي مرة حدا اتحاسب؟ شي زعيم شي شخصية هيك تحاسبت؟ ما يمكن، لأنه الشعب اللبناني مدام ما أنا مدرك. ما تحمل الشعب اللبناني، لا مدرك أنه الدولة مش رح بتحاسب، ما لا. في نظام محاسبة بالبلد، مش إن هيك صار لا مبالغ إذا أوكي. بدي بس كمان ما فينا نحمل الشعب، وأنا من الشعب وأنت من الشعب، أنه نحط المسؤولية علينا، لأنه نحن كمان ما قد ما عم يرهقونا بالديون نحن بنوصل اخر الشهر ما بنعرف كيف بدنا ندفع سنداتنا، مزبوط او لا؟ صح. يعني ما عم بيكون عندنا وقت انه اذا بدنا نعتصم شي محل يكون عندنا طرف اذا بدك الاعتصام والمطالبه بمطلب معين، لانه مثل ما بيقولوا عايشين ما بعرف كم قد ايه سرعتنا بالكيلومتر كرمال نأمن الديون يلي ركموه علينا، ويلي هلا انت اذا بتتجوز وبتجيب بيبي بيطلع ابنك مديون ب 20000 دولار هيك جراتويت ما مثل ما بيقولوا مجانا. ما في محاسبة. في بعض السياسيين، وأنا ما بدي أظلم وما إلي حق أظلم أبدا، في ناس عندها نية التغيير ما عم بيعطوها مجال، في ناس بدها تغير، في ناس بدها تصلح بس ما عم بيعطوها مجال. بلش بتمديد لمجلس النواب، بفكرك أنت ليه ما صار انتخابات نيابية؟ برأيك الوضع الأمني هو السبب؟ لا، نحو عملنا مبارح انتخابات بلدية بالدنيا بألف خير، ضربة كف مسار. ما بدهم انتخابات نيابية بغض النظر القانون يلي ممكن، حتى لو هيدا الستين يلي هو القانون السيء جدا خاصة للمسيحيين، ما بدهم قانون، ما بدهم انتخابات، لأنه الانتخابات بدها تعمل تغيير. في ناس ما بقى عندها تمثيل على الأرض، في ناس إذا عملت هلأ انتخابات يمكن هي واحدة ما بتطلع. هيدا الكلام سمعناه مدام مي بال2009 ورجعوا هن زيتون. مش رجعوا هن زيتون، تمدد. لا عم نحكي بانتخابات الالفينية بال2009.
هيدا الكلام نحن يعني قبل الانتخابات مش هن زيتهم يعني بمطارح معينه هن زيتهم التغيير يعني بكتل معينه هن زيتهم يعني لا بس بمطارح معينه لا شفنا وجوه وشفنا ايرادات للتغيير شفنا ايرادات للاصلاح شفنا انه حتى بالحكومه كان في اداء بعض الوزراء بمشاريع الكهرباء والى ما هنالك ويلي طبعا تم توقيفها لانه في مكون ما بده يعطي اذا بدك هالكريدي لتيار معين انه هو حسن بالكهرباء انه هو حسن بالاتصالات انه هو حسن بهيدا لانه بتنكشف عورات هيدا الفريق قد ايه هو مخرب بالبلد عرفت كيف لانه انت اذا بتحسن بما بقطاع معين ببين قد ايه انت كنت عم بتخرب هيداك الفريق كان عم بخرب بهالبلد من هون ما بدي اقول استاذ الكسندر انه الكل منه منيح والكل عاطل في ناس عندها اراده بالتغيير في ناس بدها دوله في ناس بدها مؤسسات انما في منظومه مافيا ما بعرف شو بدي اسميها مسيطره بشكل انه ما عم تقدر تفكفك هالعرائيل لتمشي سكت الدولة والمؤسسات بدءا بقانون الانتخاب بدءا هلا بتعرقوا الانتخاب رئيس الجمهورية بالحكومات بشو ما بدك حتى بالمؤسسات حتى بأجيرو كم وزير ادعى على عبد المنعم يوسف تحرك القضاء كم وزير مؤخرا تحرك هلا بس قبل صح قبل ما نوصل للكارثة اللي نحن وصلناها حدا تحرك القضاء مثلا هيدا عم بعطيك انا مثل قصة سكلين كم مرة كان في رفض انه يتجدد العقد سكلين وانه سكلين كتير عم كتير مش مقبول عقده وكان يتجدد له لانه انت بتعرف السيستم كيف وانت بتعرف كيف بيتكتل وكيف وانت وحدك ما فيك تغير وما فيك تصلح وكلمة في منظومة فساد في مافيا بالبلد مطبقة على البلد إلا من التسعين استاذ ألكسندر كمان انت ما فيك بعصا سحرية تقلها لهي الوزارة يلا هيدي عصا سحرية تحرري من الفساد نحن جايين نحررك من الفساد ما برأيك مدام مي أول خطوة لكسر هذه لكسر بالأحرام أول خطوة منظومة الفساد إذا بتجي أنا لرأيي قانون انتخابي يصحح التمثيل النيابي ما بقى بدنا نواب يجوا على محادل أنا في نواب أنا بتابع بالشأن السياسي أنا في نواب شوفهم ما بعرفهم قول أنا يي هيدا نايب إلو 10 سنين طب إنه مش مقبول بدك تصحح التمثيل استاذ الكسندر ممنوع بقى هيدي المحادل الانتخابيه بيجي رئيس كتله يلا بيطلع معه بالبوسطه وجوه ناس ما بنعرف شو هي لا شو اصلها لا شو فصلها شو لا شو فيها تعمل بتبصم طب هي بتغير المعادله ما مجلس النواب هو السلطه التشريعيه من مال وسلطه الرقابه على اعمال الحكومه من مال تاني اذا السلطه التشريعيه وهي سلطه الرقابه قايمة على محادل وقايمة على ناس بتبصم وبتقبض وبتمشي والبلد ماشي والشغل ماشي وكله ماشي ما رح فيك تغير قانون انتخابي يحررنا من هالمافيات يحررنا من هيدي المحادل يحررنا من بعض الوجوه يلي هي كل عمرها كانت أمراء حرب هلأ صارت رئيس رؤساء قتلوا إلى ما هنالك كانوا زعماء حرب هولي يا أستاذ ألكسندر بدنا نتحرر منهم وتنتحرر منهم بدنا قانون انتخابي يرجع يحكي بالدستور بالمناصفة بصحة التمثيل بأنت إذا مسيحي خلي ما بدي أحكي طائفيا إنما خلي يكون صوتك مزبوط صوتك واصل بفعل الناس اللي أنت بتعتبر بتمثلهم علما أنه أنا إذا بتجي لرأيي أنا لا النائب هو نائب عن الأمة اللبنانية وأنت وقت بتكون نائب وبتقدم مشروع قانون للبرلمان بتقدمه للشعب اللبناني كله أنت ما بتقدمه لمنطقتك يلي انتخبتك أنا مع قانون انتخابي لبنان دايرة انتخابية وحدة هذا كنت جاي أسألك ما هو قانون الانتخاب اللي برأيك هو الأمثل والأصح أنا مع قانون انتخابي لبنان دايرة انتخابية وحدة وكل اللبنانيين ينتخبوا كل اللبنانيين ما بقى نحكي مسلم وسني وهيك او القانون الارثوذكسي لبنان دايره انتخابيه وحده واساس والنسبيه بجنن هلا بيجوا بيقولوا لك انه ايه رديتونا على مدري وين والحرب الاهليه وين المشكله ما خلونا ما نحن بدنا نطلع من شيء لنوصل لشيء ما فيك انت دغري توصل لالغاء الطائفيه او توصل لهالزواريب هاي بدك تمرق بمراحل مش دغري بتنط انت من هون بتنط تيجي على تاني بنايه يمكن بدك تقطع
كذا مرحلة لتوصل على الهدف هيدا. من هون خلونا نبلش بها، إنما نضل نحن نحكي به ناس عم يوصلوا، في ناس بتمثل أستاذ ألكسندر، إنما على أساس القانون الأكثري ما بيطلع لحظوظ، ما إلا دور، ما إلا وجود، ما إلا دور، ما إلا وجود، وما إلا حظوظ. ليه؟ لأنه بيجيك واحد ما بنعرف من وين جاي، راكب ببوستد بمحدلة الزعيم، وزي ما هي وكيف ما هي والبلد ماشي، ونحن هي ونحن عم ندفع الثمن أستاذ ألكسندر، ومنعلي صوتنا ومنحكي، بيقولوا لنا أنتوا طائفيين، أنتوا بتكون تردونا على الحرب الأهلية، وأنتوا ليه؟ لأنك أنت عم تطالب بتحسين التمثيل، تحرير الصوت المسيحي، لأن الصوت المسيحي مقبوض عليه له من التسعين، وهيدا يلي أدى ل كنا عم نحكيه بالأول إنه رئاسة الجمهورية المسيحيين كانوا ما إلهم فيها أبدا، علما إنه هيدا الموقع مثل ما بخص اللبنانيين ككل إنما بخص المسيحيين أيضا. كله هيدا ناتج عن قوانين انتخابية أيام الاحتلال السوري كانت تفصل على مقاس الزعماء آنذاك، وبعدنا هلا نحن ورتنين. طب السوري فل، نحن ليه بدنا نضلنا بعدنا على قانون غازي كنعان؟ غازي كنعان صار تحت القبر، وانا ليه بدي ضل على قانون غازي كنعان وغير غازي كنعان وكل هالرموز يلي هي مشي ونحن عملناها شيء، مع احترامي لكل العالم، هي مشي نحن عملناها شيء وخليناها تتحكم فينا وبمصيرنا. ما بيصير يعني، ما بدك تبلش من محل، والمحل الوحيد اللي فيك تبلش فيه هو قانون الانتخاب، لانه الشعب في اكثر من اراده الشعب وسلطه الشعب، بس حرر هالاراده، مش تقول له بكره تعمل له قانون انتخابي لللبناني وتقول له ايه ارجع جبتهم هن ذاتهم، مش انا جبتهم هن ذاتهم، ما هن بصوتك وبدون صوتي بدهم يطلعوا، هو القانون يبقى هن مفصلين، واذا انت انتخبت او انا انتخبت او ما انتخبنا غيرنا انتخب بدهم يطلعوا، عرفتي؟ بعدين اكثر من هيك، في ثقافه عيشوا اللبناني فيها للأسف، وأنا هي بحب أحكي فيها لأنه كتير زعجتني هلأ بالانتخابات البلدية، يلي هي ثقافة المصاري اللبناني. اللبناني ما حقه، اللبناني إنسان عنده كرامة، اللبناني خلاق، اللبناني بيروح على دول العالم يتمنوا عليه بي 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 بالأفكار اللي عنده، بالثقافة اللي عنده، بيجوا لعنا بيقولوا شو هالبلد وشو هالشعب، نحنا ما مننشرها، ليه عم يشترونا؟ لأنه في ثقافة من التسعين فقرت اللبناني ووصلته لأنه هلأ ببيع صوته بمئة دولار، بمئتين دولار، بقسط مدرسة، شوية دواء من صيدلية، عرفت شو عملوا باللبناني؟ عرفت هالعملية الممنهجة للقضاء على اللبناني وفكر اللبناني وثقافة اللبناني، انه ايه نحنا انت شو حقك؟ قد ما حقك شو حقك؟ انه ندفت انتخابات بلدية نكب فيها ملايين دولارات؟ طب هاي بتصير ببلاد العالم؟ ليه؟ لانه انت عم تشتري وانا عم بشتري، لانه اذا انا ما اشتريت ما حدا رح ينتخبني، حتى هو اللبناني صار انه خي ليه ما دفعت لي؟ ليه اللي ما بيقبضوا وقليل يلي بس بيروحوا والباقي خلص انه في انتخابات يلا بنعملنا قرشين؟ ليك هالثقافة اللي بلشت تركب بعقل اللبناني، ثقافة انه انا هلأ في انتخابات بعمل لي قرشين من صوات عائلتي ومرتي وولادي وما بعرف مين وابن عمي طب هيدا انا برأيي هيدا شي سيء كتير عم نوصل له، وهيدا كله ضمن هالمنظومة، منظومة الفساد، منظومة القضاء على اللبناني وفكر اللبناني، وإذا بدك يعني يخلوا اللبناني كيف بدي ما عم بعرف اشرح لك، يخلوا اللبناني يطلع بقى من هالقبضة القابضين هن عليها إلهم كذا سنة، مفقرينه مجوعينه، بدك خدمة لازم تروح تتوسل الزعيم وفلان، شهادتك ما بتعمل شيء بلبنان، بتحط أهلك بحطوا عليك ألوفات المصاري بس شهادتك ما بتعمل شيء، لأنه في زعيم بيقدر هو بواسطته لأنه قابض على المؤسسات وهيك، ببدي واحد يمكن منه معلم على واحد حامل شهادات ودافع بلاوي حق الشهادات، عرفت نحن المنظومة اللي عايشين فيها؟ فبدنا قانون، بدنا نقاتل قانون انتخابي يحررنا كلنا، حتى أنا وإنت بدنا نتحرر منها، بدنا نتحرر من هال
من هالقبضة اللي قابضين عليها، إن كان طائفيا وإن كان اجتماعيا وإن كان ماديا واقتصاديا، بدنا نتحرر لنقدر نعمل بلد، وإلا كله سيذهب سدى. مشاهدينا رح نستكمل ملف الانتخابات النيابية وقانون الانتخاب، خليكن معنا بالفصل الثالث والأخير. مشاهدينا بنرجع معكم بالمحور الثالث والأخير من حلقتنا لليوم مع الناشطة السياسية والمحامية ماي خريش. ما بعرف قديش رح بتولعي لنا المحور الثالث، لأن المحور الأول المحور الثالث ولعتي كثير، بس كنت بدي استكمل معك بملف الانتخابات النيابية وموضوع الرشوة. سبق وحكيت عنه بالمحور الثالث، بس أنا بدي أسألك عن موضوع الانتخابات النيابية. بحال لم يتوصل مجلس النواب إلى قانون أنت شرحتي يمثل ويحرر الشعب اللبناني من الزبائنية والفساد والارتهان، نحن رايحين بأيار المقبل على الانتخابات النيابية. أول سؤال، هل ستحصل الانتخابات؟ أصبحت ثابتة؟ وإذا رجعنا على القانون القائم حاليا اللي هو قانون 60 المعدل بحسب اتفاق الدوحة، هل برأيك هذا القانون سيغير الأشخاص مجلس النواب؟ هلا حاول قد ما فينا يكون جاوبنا شوية مختصر. لا لا، انا بس بدي اقول لك كمان كثير استوضح على ملف السؤال شوي زياده، بخصوص القانون الانتخابي. انا شخصيا ما راح اعطيك جواب قبل ما انتظر هلا اللي بده يصير بجلسات الحوار. في جلسات حوار ماراثونيه اللي هي على 3 ايام عم تمتد، وقلت لك ممكن مكون القوات اللبنانيه يرجع يشارك بعد المقاطعه اللي هو كان مقطعها. انا برايي خلينا ننتظر جلسات الحوار ما سيقول عن هيدي هالحوار، وعلى ضوءها نقدر ساعتها نحلل انه هل رح تصير انتخابات نيابية اول شيء، او رح يصير في تمديد تقني مثل ما عم يحكوا على 6 اشهر لامور معينة، هل رح نطلع بقانون انتخابي، وهلا في قانون طارحه الرئيس بري اللي هو اكثر نسبة 64-64، او رح نرجع على القانون المشؤوم. واذا رجعنا على القانون المشؤوم، انا تصوري ما بعرف، وبتمنى في وجوه بدها تتغير، ايه، لانه الناس نتفي شوي بلشت توعى. صحيح اكثري ومشؤوم واللي بدك اياه، بس الناس مزاجها تغير، وشفنا تغيير الناس ومزاج الناس بالانتخابات البلديه نقطه، وشفنا بعمليه النفايات وما النفايات، في ناس نزلت على الارض عبرت عن قرفها من هالسلطه السياسيه. ممكن تقاطع، انتبه، بقانون الستين، وممكن يكون في ناس عم تشارك، بدها تشارك، وجوه جديده تشارك، تقدر تخرق شوي بالجدار المافيوي. بالأجواء يلي عندك مدام ماي، هل بتشوفي انه المؤتمر الحوار الممتد على 3 أيام بأوائل شهر آب سيكون مثمر؟ انا شخص متفائل للموضوع. انا بدي اتفائل، علما كل التحليلات بتقول لك انه ما رح يقدم ويأخر. انا متفائلة، لانه وبعدين السؤال اللي سألته وبعدين ما هو يعني بحال فشل، وقديه بعد فينا نحن ننطر، قديه بعد فينا نحمل. ما هو سبق السؤال بالمحور الثاني كان الملف الاقتصادي ما بقى يحمل، الملف الامني مزبوط ما بقى يعني في شيء يحمل. بعتقد الرئيس نبيه بري طرح بعدين غير هيك، كمان بدك تشوف المظلة الدولية اللي موجودة على لبنان وخاصة أمنية، قديه بدها تصمد. من هون أنا برأيي لازم يكون في جدية بجلسات الحوار إن شاء الله، إلا إذا المتحاورين بعدهم رابطين موضوعهم بموضوع الأزمات يلي عم بتصير بالمنطقة، هيدا صار موضوع تاني. بدي فوت أنا وياك مدام ماي سريعا على الملف السوري والوضع السوري والوضع الأمني بسوريا. الوضع بسوريا يعني كل يوم عم بيكون أسوأ من يوم. صحيح. عم بحكي على الأرض، على خلاف ما يقال بالوسائل الإعلامية. وهناك تأثير بمكان ما للوضع السوري بالملف اللبناني بكل النواحي. برأيك مدام مي على الفترة القريبة، هل هناك من حلول مطروحة بما يختص بالملف السوري؟ هلأ الملف السوري في له شقين، في شق السياسي وفي شق الحربي العسكري. الشق العسكري انت بتعرف كله عم يحكي عن معركة حلب، وانت بتعرف انه معركة حلب بلشت
وبلشت بمحاصرة حلب، ومش من زمان سكروا لهم الكاستيلو يلي هي كانت طريق امداد كثير مهم للارهابيين، وهال يعني بين روسيا وبين سوريا وبين ايران وكل بيجمعوا على انه معركة حلب حصارها انفع من انه نحن نعمل معركة بالنار. بالنار ممكن نتعرض يقولوا لنا اعملوا هدنة هون، اعملوا وقف اطلاق هون، انما بحصار هالمسلحين ووقف كل الامدادات عنهم بيستسلموا منهم لحالهم. واكيد طبعا انت بتعرف انه اجى الوضع التركي اكد هالشي، لانه هلا تركيا منغمسة بملفاتها الداخلية بعد الانقلاب اللي صار، وحتى أردوغان قبل الانقلاب كان بلش يغير سياسته، إن كان تجاه روسيا تجاه إسرائيل وحتى بالملف السوري، لأنه وقت اللي بلشوا يلوحوا له بالورقة الكردية أنت بتعرف أنه هو حس إذا بدك بالسخن، وقرر أنه حليفه الأمريكاني ما عم برد عليه، قرر يروح يرجع للحضن الروسي. من هون الوضع على الأرض بسوريا بمحل معين بلشت معركة حلب، وإذا كملت هيك وقدروا صمدوا بدك تعتبر إنه إيه الوضع رايح على حلحلة سياسية. وهالحلحلة السياسية أنا برأيي ممكن تتمثل بجنيف ثلاثة، يعني ممكن نشهد جنيف ثلاثة قريبا، ما بنعرف أي متى، بس ممكن يصير في جنيف ثلاثة. وإذا صار في جنيف ثلاثة أنا برأيي بكون صرنا ب انتهاء للوضع السوري وانتهاء لوضع المسلحين يلي عم يجوا من هون ومن هون ويحاربوا بسوريا تحت راية الإسلام ودولة الإسلام. السؤال كمان بالملف الأمني، ولكن على مستوى أوروبا عم نشوف انه هناك هجمات متكررة بكل دولة، ساعة بنيس، ساعة بألمانيا، ساعة ببلجيكا، وحركة كتير كبيرة من تفلت أمني لم تسبق أن شهدته أوروبا منذ عقود من السنين. صحيح. الملفت بهذا الموضوع أنه تصريح الدول المعنية بهذا التفلت الأمني تربط التفلت الأمني أو الحادث الأمني بأنه الشخص يلي تعرض أو أطلق النار أو انتحر أو فجر حاله هو شخص يعاني من مرض نفسي، على اعتبار أنه ما الموضوع غير مرتبط بالملف الشرق الأوسط وبالحركات الأصولية بالمنطقة. برأيك هل أوروبا والدول الأوروبية اقتنعوا بأنه الإرهاب وصل لعنده؟ أكيد أنا برأيي اقتنعوا كتير كتير منيح أنه الإرهاب وصل لعندهم، والدليل موضوع اللاجئين وكيف عم تتصرف أوروبا مع اللاجئين، وكيف عم تتصرف أوروبا مع الدول يلي هلأ عندها نازحين ومن بينهم لبنان. المجتمع الغربي هلأ بتحسه عنده إذا بدك اتجاه لتوطين هؤلاء بالبلدان يلي هني موجودين فيها، إن كان عنا بلبنان أو بالأردن أو إلى من هيلك، عبر دعم مادي، عبر مؤسسات وجمعيات لحقوق الإنسان وإلى ما هنالك، وهيدا وعبر رح قلك من وين كمان إنه بيطلع أنت بتقول إنه هيدا النازح عم بيشكل خطر، وهي بتحس في جمعيات من هون ومن هون بيطلعوا بيحكوك بحقوق الإنسان وبأنك عنصري وبأنك هيدي كمان ضمن العدة الشغل، يعني لحتى يخلقوا جو معين إنه هاو مضطهدين وهاو إلى ما هنالك. هدف المجتمع الغربي تثبيت هؤلاء بالدول يلي هني، وقد ما فيهم ما بقى ياخدوا هني لاجئين. وأكثر من هيك أوروبا مش من هلأ، أوروبا من بعد سنة أو سنة ونص من ما بلشت الأزمة السورية اتبين عند الأوروبيين أنه هؤلاء اللي عم بيقاتلوا بسوريا تحت راية داعش والنصرة والدولة الإسلامية كلهم أوروبيين مجنسين. ما هيك جاي تقول لك يا مدام مي انه اليوم هن عملوا حظر على اللاجئين السوريين او السوريين اللي راحوا على اوروبا، ولكن معظم اللي قاموا بعمليات ارهابيه بقلب اوروبا هن اوروبيين يحملون الجنسيه الاوروبيه منذ الولاده، وهن اصلا توينسي ومغاربه وجزائريه، ما لهم علاقه بسوريا لا من قريب ولا من بعيد. ما لهم علاقه هن، انتبه يعني. هلا مش ضروري اللي بده يعمل عمليه باوروبا يكون له راح على سوريا حارب ورجع، ما انه هو انت بتعرف انه اول شيء عم بيصير في
تغرير بالشباب وخاصة بالمجتمعات الفقيرة وين ما كان، حتى بلبنان بأوروبا. بتعرف انت هدول بأوروبا عايشين ب اذا بدك جيتويات او مجتمعات كتير فقيرة وتفتقر الى حقوق الانسان والى ما هنالك بالنسبة لها. طب هيدا اللي عايش بهالفقر بيجي واحد بيلعب له بيعمل له غسيل دماغ وبيدفع له مصاري وبيموله. داعش عندها قدرة على التمويل وعندها رؤوس تخطط وبتنفذ وبتحرك بكل أنحاء العالم. المخابرات عم تعجز عن أنها تكشف هدول هالمخططين، والدليل الهجمات اللي عم بتصير. برأيك المخابرات عاجزة أو هي المخابرات من تحرك؟ أنا لك، أنا الحجم اللي عم نشوفه بأوروبا أنا بقول أنه ما فيني أتهم المخابرات أنه هي عم بتحرك. فيها تكون عاجزة إيه؟ لأنه داعش، حتى أنه داعش أنت عارف مين بتشغل داعش. داعش بتشيل ناس كانوا مخابرات سابقة أنه بتشغلهم عندها، يعني مش ضروري المخابرات، يعني ناس كانت قديما بالهيدا قاعدة بلا شغل بتشغلها، يمكن هني ما بكونوا بيعرفوا وين بيشتغلوا أو وين ما بعرفوا. من هون أنا عم جرب أقول أنه أوروبا هلأ وعيت على الخطر، خطر إذا بدك الإسلامي الإرهابي، مش الإسلامي، على الخطر الإرهابي. أوروبا وعيت، ووعيت أوروبا برأيي ستشكل خطر علينا، لأنه إذا أوروبا وعيت على هالخطر مش معناتها رح تفللهم من عنا، لا، بدها قد ما فيها تجرب تسكر على حالة ما تاخد من عنا. من هون أنا بس بدي فوت من هيدا الباب على باب النازحين، وبدي أقول أنه ملف النازحين بلبنان انبلي موقوتي اجتماعيا اقتصاديا وامنيا. انا مني عنصرية وما حدا يزيد علي بانسانيتي، بس انا اذا ما معي مصاري ومديون بجيب بقعد عندي 10,000 واحد ببيتي بعزمهم على الغداء وعلى العشاء وعلى الترويقة وعلى النومة، ما بصير. لبنان بلد عاجز اقتصاديا، لبنان عليه ديون، ما بقى قادرين نحن نستقبل هالعدد من هالناس. واكثر من هيك ما في تنظيم للمخيمات، ما في تنظيم للنازحين، ما بنعرف مين عم يتسجل ومين ما عم يتسجل، مين عم بتجيب اولاد ومين ما عم بتجيب اولاد، ما عم نعرف الاعداد. لهلا صاروا 1.5 مليون او 1,700,000. طيب نحن قادرين نحملهم هيدول؟ انا من منبرك استاذ الكسندر انا بدعي الحكومه اللبنانيه للتعاطي الجدي بهذا الملف من خلال التواصل مع المجتمع الدولي، الامم المتحده، واهم شيء التواصل مع الحكومة السورية. مش أنا إذا هلأ بدي روح أتواصل مع الحكومة السورية إنه أنا عم بعترف بالرئيس بشار الأسد، أو إذا ما تواصلت مع شعبه عم بيعترف فيه للرئيس بشار الأسد. أنا علي كحكومة لبنانية في حكومة سورية، مزبوط أو لا، موجودة وشرعية صح أو لا، في رئيس جمهورية منتخب من الشعب، روحوا تواصلوا مع هالحكومة، شوفوا كيف بدنا نرد هالنازحين، لأنه في مساحات بسوريا تحررت وفي مساحات أصلاً ما صار عليها حرب آمنة، بيقدروا يعملوا لهم مخيمات برعاية دولية برعاية أممية. لازم تتحرك الحكومة اللبنانية، الحكومة اللبنانية مقصرة بهالملف. ما فينا نضل نقول نحنا ليه نازح وليه نازح، الغلط منا نحنا، الحكومة اللبنانية عم بتقصر بهيدا الملف استاذ ألكساندر، وهو يلي عم بيأدي يلي عم بيصير فينا بلبنان. فما بقى نلوم إذا منعنا النازح يمشي بين 6 و12 بالليل، ما يقولوا عنا عنصرية، نحن مش عنصرية، بس نحن في لبنان بوضع أمني خطير، لبنان بحالة لو عنا دولة نحن بحالة طوارئ، عرسال محتلة وجودنا محتلة وراس بعلبك محتلة والقاع محتلة ونحن شو عم إنه نحن بخير عايشين. مشان هيك النازحين انبلي على الحكومة اللبنانية إنها تبادر بالاتصال بالحكومة السورية تتشوفوا كيف بده يتم نقل هؤلاء النازحين من لبنان إلى مساحات بسوريا واسعة شاسعة وآمنة. وحتى أستاذ ألكسندر في نازحين عم بيروحوا بيطلوا على بيوتهم وأرزاقهم وبيرجعوا على المخيم ليقبضوا. طب هيدي كيف؟ هيدي لأن ما في مراقبة من الدولة. وحتى الجمعيات، هول جمعيات الأمم المتحدة يلي أنا ما كتير بعترف فيهم، يعني لأنه بعتبرهم هولي ما بعرف هيدول الجمعيات قدي فكرك عم بيساعدوا بالحل؟ برأيي هول ما عم بيساعدوا بالحل. المصاري مش حل، عم بيزيدوا بالحل. المصاري مش حل، تدفع مصاري مش حل استاذ ألكسندر، مصاري بتتأمن،
بس هن عم بيشجعوا هؤلاء انهم يبقوا ويقعدوا ويرجعوا. يعني اللي بيروح بيطلع بيته اذا بيته ما بوشي ليه ما بيبقى هوني؟ لانه بيشجعوه يرجع على لبنان، انه ايه رجع عود خليك هون، بكره مدري شو، بكره مدري شو. نحن بنعرف كيف بيشتغلوا هؤلاء. من هون ادعو الحكومه اللبنانيه الى هلا التصرف باسرع وقت بموضوع النازحين، وبنرجع لاوروبا وبنقلها لاوروبا. ما بنتمنى اللي عم بيصير باوروبا، بس نتمنى كمان انه هن يساعدوا المنطقه، منطقه الشرق الاوسط، بانهم يوقفوا مساعده هؤلاء الارهابيين وتغذيه وامداد هؤلاء الارهابيين، ويكون في مضبوط محاربه جديه بموضوع داعش. اذا هن مضبوط قرروا يحاربوا داعش، يكون في جديه بهذا الموضوع ويوقفوا كل المساعدات يلي بازالت مستمرة لهذا التنظيم المتوحش الإرهابي يلي عن جد ما عم بيوفر حدا، وعنده أساليب بتفوق خيالك. يعني أنت إذا قاعد ما بتتخيل أنه أنت بتقدر تعمل هيك، وناس عم تتدرب بطريقة، يعني آخر عملية بنيس تخيل أنت قديه هو مدرب لقدر سيطر على هالتريلا اللي سيئة ودهس كل شيء فيها العالم. يعني شوف شو عندهم تدريب وشو عندهم أعصاب وشو عندهم الانتحارية اللي عم يجوا على عنا على لبنان، هو اللي اجوا على القاع. ما عاد خبر استاذ الكسندر انه نهار اللي صارت عملية القاع بالليل، الانتحارية اللي فات بين الناس على الكنيسة، العناية الإلهية انقذت القاع، لانه ما فجر الحزام اللي معه اللي رابط ما انفجر، وبرضه لو وبرضه لانه ما انفجر وشاف كل هالناس شافته، هو صار يركض ويكب القنابل على الناس. تخيل قد ايه عندهم اعصاب انه اذا وجدوا بمحل وما زبطت العمليه معهم يضل عندهم وسائل ثانيه يقدروا هن فيها يعملوا هجوم. صح، هيدا اللي انا عم بقوله، انه قد ايش عم يتدربوا، شو هالتدريب العالي، قد ايش غسيل الدماغ ممنهج، مش بس غسيل الدماغ والتدريب والاعصاب، ما كمان بدها اعصاب الشغله. انه تخيل انت هلا بدك تقوص واحد وما قوصت والعالم التمت عليك، ما بتحس حالك مربك؟ هو ما بحس حاله مربك، هو بضل عنده وسائل انه يأذي، انه يضر، انه يكمل المشروع اللي اجى عليه. هيدا اللي عم نقوله، انه نحن عن جد بدنا انه العالم اجمع ياخذ قرار جدي بمحاربه هالمجموعات الارهابيه، بس كرمال فريمان يعني عن جد انه نقدر نوصل مش لسلام، سلام ما في سلام هلا، لانه بس نوصل على القليلة انه نوقف هالاجرام اللي عم نشوفه يلي اولادنا عم يربوا على هالاجرام. استاذ الكسندر، الولد ما بقى بيحكيك بلبنان غير بالفرد وبالقواص وبالانبلي وبالسكين وبالدم مشاهدينا حلقتنا لليوم انتهت. بدي اشكر المحامية مدام مي خريش على هالحلقة. مرسي لك، مرسي لك. انا حلقة كانت كتير قيمة، ان شاء الله ان شاء الله. نحن كمان بتمنى انه المشاهدين يكون اعطيناهم، اكيد الحكي عم يتكرر ما في شيء جديد، بس نتمنى انه نكون ضوينا على مواضيع، ضوينا على انه نحن انا من جيل بده بلد، وانا من جيل بيرفض يترك لبنان لانه بدي بلد بلبنان، ونحن كلنا بدنا لبنان. مشكورة مرة جديدة مدام مي. مشاهدينا ملتقانا بيتجدد الأسبوع المقبل، خليكم معنا.